يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، انتصارات جديدة وإنجازات جديدة، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة وكمان طبعا الأجواء. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. طبعا تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5 عشان بقى يبدأوا الاستعداد دي المباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم طبعا أمام فريق شباب بلوزداد، ويبدأوا بقى طبعا رحلة الاستعداد زي ما قلت النهاردة. يمكن ده بعد راحة سلبية كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر بعد طبعا لمدة 24 ساعة بعد بقى عودة بعثة الفريق مرة أخرى للقاهرة طبعا امبارح بعد مباراة يانج أفريكانز. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. خليني أقول لكم زي ما كلنا طبعا كنا سمعنا انه مستر مارسيل كولر كان اكد على ضروره فوز رجال النادي الاهلي في مباراه شباب بلوزداد، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى والبدايه مع رجال كره السله واللي بيستعدوا بشكل قوي جدا. خلاص يعني ايام قليله بتفصلنا عن فاينلز دوري المرتبط، مباراه الاياب ان شاء الله هتكون يوم الاربع، مباراه الذهاب هتكون يوم الاربع، ومباراه الاياب هتكون يوم الجمعه. طبعا هيواجهوا سموحه والمباريات هتقام على صاله دكتور حسن مصطفى. طبعا رجال كره السله بيستعدوا بشكل قوي جدا، يعني دي لاول مره في تاريخ نادي سموحه بيتاهل لنهائي دوري المرتبط. اكيد هيكون عندهم دوافع قويه جدا للفوز في المباراه. يمكن نادي الاهلي كان تاهل على حساب الاتحاد السكندري وسموحه كان تاهل على حساب سبورتنج عشان بقى يتواجهوا في الفاينل، لكن بالتاكيد عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي واكيد طبعا فريق المرتبط اللي شفناهم عملوا بطوله كبيره جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى معانا استكمالا الحديث عن كره السله، معانا خبر متعلق بشباب كره السله 20 سنه واللي بيحقق فوز على فريق الجزيرة بنتيجة 83-51. ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الشهداء. شباب كرة السلة الحقيقة سيطروا على مجريات المباراة كلها منذ بدايتها حتى نهايتها عشان بقى يحسموا المباراة لصالحهم ويفوزوا. ومن كرة السلة بقى خلونا نروح لكرة اليد، ورجال كرة اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا لديربي كرة اليد والسوبر المصري اللي خلاص هيقام يوم السبت القادم في مدينة طبعا الإمارات الشقيقة. خليني أقول لكم أن المباراة هتكون الساعة 6 مساء. رجال كرة اليد طبعا بيستعدوا بشكل قوي جدا. البعثة هتغادر إن شاء الله للإمارات يوم الخميس القادم. آخر ديربي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في كرة اليد كان انتصر فيه النادي الأهلي، إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في الديربي القادم. زي ما احنا عارفين أنه أكيد مباريات النادي الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، خصوصا بقى أن دي كمان هتكون مباراة بطولة السوبر المصري، فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد. كمان بقى في بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي وناشئات كرة اليد مواليد 2006 بيتوجوا أمس ببطولة منطقة القاهرة. ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 45-31 عشان بقى يضيفوا زي ما قلت بطولة جديدة لبطولات النادي الأهلي وإنجاز جديد لكرة اليد. يعني المباراة كانت بتقام على صالة المعادي لكن سيدات أو شباب كرة اليد قدروا يفوزوا في المباراة وطبعا يتوجوا بالبطولة، طبعا بنبارك لهم وبنبارك لجهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة الطايرة، والنهاردة سيدات كرة الطايرة هيكون عندهم مباراة أمام فريق الصيد ويبدأوا بقى طبعا الدور الثاني من بطولة الدوري. خليني أقول لكم إن هم أنهوا الدور الأول بالعلامة الكاملة، فازوا في جميع المباريات، شفناهم طبعا بيظهروا بمظهر الحقيقة كبير جدا وبيليق باسم النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء وكمان يتوجوا بالبطولة. أكيد هم متصدرين مجموعتهم طبعا وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء. نروح بقى لرجال كرة الطايرة واللي بيستعدوا بشكل قوي. النهاردة هيكون عندهم المران الأخير قبل مباراة غدا. غدا إن شاء الله هيكون عندهم مباراة أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان خليني أقول لكم إنه رجال الماسترز رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي حتى الآن فازوا في جميع الأشواط في بطولة الدوري، يعني كل المباريات أنهوها لصالحهم بنتيجة 3-0، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. وزي ما قلت غدا هيكون عندهم مباراة أمام فريق المقاولون العرب.
يمكن اخر مواجهه لرجال كره الطايره كانت امام فريق دلفي وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. كمان بقى شباب كره الطايره 19 سنه امس قدر يحقق فوز على فريق ايسترن كومباني بنتيجه 3-1، وده كان ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. عملوا مباراه قويه وان شاء الله يستمروا بنفس الاداء. ده على صعيد اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى يا كريم الهواندي زي ما عودناكم دايما خلونا ننقل لكم الاجواء، يعني الاعضاء بالفعل متواجدين في نادي، يمكن كمان الاعداد بتتزايد على مدار اليوم، المعظم متواجد عند المبنى الاجتماعي، وبعض كمان الاعضاء الحقيقه بيمارسوا رياضه المشي في تراك النادي. يعني الحقيقه في اجواء مميزه جدا داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره، مليانه طبعا بالطاقه الايجابيه كعاده اعضاء النادي الاهلي. درجه الحراره دلوقتي 21، والحقيقه انه كمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي، يعني كل بقى اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعونا تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني يا كريم الهواندي دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كالعاده يا هنا انتوا دايما مش بتسيبوا لنا اي فرصه للمزيد من الاسئله، دايما يعني تغطياتكم كافيه ووافيه، بنشكرك عليها. شكرا جزيلا، نورتي 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك.